هذا الشخص اللي اللي سميته آه بخصوص موريتانيا آه تصريحات آه منكرة مستنكرة ومدانة مشجوبة مردودة صاحبها والكل من لديه معها من تلامس لديه أي هو ولا تستند أبدا ولا تستند لأي مصدر يقدر يعطيها أي نوع من الصدقية بها اللي ضد شواهد التاريخ وضد شواهد الجغرافيا وضد القوانين والشرائع اللي تحكم الدول وتحكم العلاقة بين الشعوب والأشخاص وضد أيضا السلوك اللي ينتظر مش من الناس على أن يعود ينشر الطمأنينة وينشر احترام الآخر وينشر عدم استفزاز الأشخاص ولا فماتي هالشيء يقد يضفي عليها اي صبغه من المصدقيه يسوى جلباب اللي يلبس ولا اظن عندما نطق بهذا الكلام الا تبرأ من اي جلباب قد يعود جلباب الحكمه والله والله المصداقيه